الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإن اعتصمنا بالكتاب واعتصمنا بالسنة عصمنا دماءنا، عصمنا أموالنا، عصمنا أعراضنا. لم نرجع بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض. وقامت الأمة العظيمة ببناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف هو في الأراضي المقدسة يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويوصيهم، وفي نفس الوقت يودعهم ويبثهم صلى الله عليه وسلم من حبه ومن شفقته ومن حرصه ومن نصحه ومن إخلاصه في هذه الكلمات العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واستجاب المسلمون، استجابوا لما اعتصموا بالكتاب والسنة.